محمد تخشي رئيس بالجهة والسياحة بجهة درعتة فيلالت. الاتفاقية اللي تم التوقيع ديالها اليوم هي اتفاقية كتنتاج في التنمية والتمويل ديال مشاريع في ميدان السياحة، باش ان شاء الله نتمنى الانطلاقة تكون عما قريب وتشجع السياحة باش ترجع لمجرها في هذه الجهة ان شاء الله الغنية، ونتمنى المستقبل الزاهر في ميدان السياحة ان شاء الله. الجولة اللي قمت بها السيدة الوزيرة هي جولة استطلاعية واستكشافية للمنتوج السياحي في جهة درعتة فيلالت، والحمد لله اليوم تم التوقيع على اتفاقيات باش ننطلقوا ان شاء الله ما بعد كوفيد، ونشجعوا السياحة ترجع لبلاصتها وترجع السياحة ان شاء الله لهذه الجهة الغنية.